التعريف بشروط التجارة الدولية من خلال تحديد الحقوق والواجبات لكل من المستورد والمصدر هو محور الندوة الوطنية التي نظمتها غرفة التجارة والصناعة بالتعاون مع الغرفة الدولية للتجارة للتعريف بتعديلات جديدة التي طرأت عليها، مما يسمح للجزائر بمواكبة الحركية التجارية الدولية. وكل سوق له شروطه. احنا الان نتكلم على الاقل اذا استطعنا في الوهله الاولى ان نفي بالتزامات المنطقه الافريقيه اللي حتدخل في شهر جويليه 2020، والحكومه شغاله على هذا الملف يعني بمختلف الدوائر الوزاريه. ايضا كيف نستطيع ان نعيد الاعتبار لمكانتنا في المنطقه العربيه على الاقل في الوهله الاولى، لان نريد ان يرتفع حجم الصادرات اكثر مما هو موجود عليه، خاصه ان عندنا امكانيات بشريه ضخمه، ان امكانيات ماديه قابله للتصدير ضخمه. فهم اليات ومصطلحات التجاره الدوليه يجب ان يصاحبه رغبه حقيقيه في تشجيع المصدرين للولوج للسوق الخارجيه، خاصه وان صادرات الجزائر خارج المحروقات لم تتجاوز 2.36 مليار دولار خلال ال 11 شهر الاولى من سنه 2019. الهدف الاساسي على الدوله ما نشوفش قيمه مضافه. نقول اي مصدر الى صدرت عندك قيمه مضافه 10%، عندنا قيمة مضافة نعطيك أنا مليون دولار وأنت تجيب لي 100,000 دولار زيادة ب10% تاع قيمة مضافة، 100,000 دولار أنا نقسمها أنا وياك، نشجع المصدر والدولة واش مدت تعاود تجيبه وتعاود تجيب 100,000 دولار، هذا هو المنطق اللي يكونوا به. ملتقيات ومنتديات تحمل في فحواها عقلنة الواردات وتشجيع التصدير في انتظار نتائج العمل الميداني، والذي يعد أهم تحدي في ظل ارتفاع عجز الميزان التجاري للجزائر إلى 5.57 مليار دولار سنة 2019.